بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدينا وافد الكرام حيث أنتم. نافذتنا الوحيدة هذه الليلة تطل على بؤرة من بؤر الغش التجاري، تجاوز الأمر فيها الرائحة إلى الروح، صور لا تسر الناظرين. ولولا أهمية هذه النافذة ما افتتحناها. زميلنا عبد الرحمن الدوسري يرافق الدوريات الأمنية في عمليات مداهمة لبعض بؤر الغش التجاري. دعونا نتابع هذا التقرير. هذا زي ما شايف بيت شعبي، زي ما شايف يستخدم من قبل عمارة وتجميع وتفكيك الأجهزة الكهربائية من دفايات، مكانس كهرباء، دينموات موية، كل هذه مجمعة بطريقة مشروعة أو غير مشروعة. هنا يفصل كل جهة نحاس الحال، حديد الحال، ويعبيها بالأكياس هذه ويخرجها هنا من البيت هذا ويروح يبيعها كل واحدة الحين. هذا المكان يستخدم لتجميع وبيع السكراب. مسائل السلامة مع الزملاء بالدفع المدني. شوف الحركة الآن كيف حاطين موقد غاز تحت الاسطوانة، هذا لا سمح الله سبب انفجار. هذه تعطي للسلام، تدعي للسلامة. المواقع إذا تم ضبطها عن طريق الحملة الأمنية المشتركة عبارة عن موقع تجديد الكنبات، مجالس عربية تستخدم فيه اسفنج قديم تم إحضاره من المواقع مردم الأمانات أو من مواقع اللي يتم تجميع النفايات فيها في أحياء، يتم تجميعها الآن وإعادة مثلا خياطتها وتعبئتها للأسواق مرة أخرى. تم ضبط عدد من المواقع المشوهة والمخالفة، وأنت مثل ما شفت الآن إحنا من الساعة 3 عصرا الآن تشير للساعة 11 ولازلنا في الميدان. كنتوا معنا في منفوحة وطلعنا الآن لمستودعات الشفا، والآن حنا في موقع أحد المواقع المشبوهة. باستمرار حنا نضبط قضايا باستمرار، سواء كان عن طريق الحملات أو عن طريق المسح الأمني أو عن طريق بلاغات تكون تقدم الحملات الأمنية. أول شيء عدم وجود رخصة محل، الشيء الثاني بدون شهادة صحية، الشيء الثالث زي ما انتم شايفين شوف الأسقف، في غبار، في تهريب موية من هنا، شوف عدم التنظيف داخل المحل، سوء تخزين، عدم ترتيب المحل، النظافة ما في، والنظافة نفس الشيء كله. هذا عينة من المواقف، رخصة ما فيه تبع البلدية، مواد منتهي الصلاحية، مساكة حق البلدية، عدم وجود شهادة صحية للعامل غير موجودة، تسريب زي ما انت شايف من فوق، المنظر العام قدامك يشرح نفسه. مكان غير مهيئ بالعرض. جدا وسط حي سكني وفاتح وشغال. ذلك الموجز مشاهدينا الكرام، والتفصيل معي وضيفي وضيفكم الأستاذ خلف الشمري عضو لجنة مكافحة الغش التجاري في الغرفة التجارية سابقا. أهلا ومرحبا بك. يا أهلا ومرحبا بك. يعني هذا التقرير أنوه بأن هذا التقرير هو الاستهلال، وسوف يتبع في الحلقة بإذن الله التقرير وآخر نشاهد فيه التفصيل إن شاء الله. ولكن تنوعت المخالفات والغش واحد، ومبدأ من غشنا فليس منا هذا يتعلق بنا نحن كدعنا نقول مجتمع مسلم، وربما ثقافة الآخرين لا علاقة لهم بهذا، ولم يأتي إلى السعودية إلا وأعتقد بأنه مغشش من هناك. صحيح. أنه يجي ويمارس الغش لأنه له رواج، الغش له رواج. صحيح. لدينا للأسف. صحيح. الشديد بعد الحملات الأمنية المكثفة، بعد الشعارات التي خرجت، كنا نعتقد بأنه الموضوع يعني سوف ينتهي على الأقل نوع من الرهبة. صحيح. أعدينا لهم ما استطعنا من قوة. صحيح. لم تنتهي هذه الأمور.
طبعا يعني انا ما اعتقد انه يعني هالتقرير هذا كان مفاجئ لي، لانه هذه الحاجات يعني يمكن كل مواطن في المملكه العربيه السعوديه، في مدن المملكه العربيه السعوديه كله يشاهد يعني من هالانواع، ويمكن اكثر من كذا، وتجدها في احياء شعبيه وقد تجدها في احياء اخرى. طبعا هنالك اشكاليه، والاشكاليه تكمن في 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 جانبين. الجانب الاول اللي هو المواطن، والمواطن هو دائما الخط الاول للحمايه، خاصه فيما يتعلق بالغش التجاري او ما يتعلق ب ب ب بالتستر او بهالامور هذه، سواء كان صاحب عمل متستر او كان زبون عند متستر عليه او حاجه زي كذا. الحاجه الطرف الاخر اللي هو العماله الاجنبيه. العماله الاجنبيه تجي هنا عندها هدف واحد وهو الكسب. الكسب المشروع او الكسب غير المشروع، الكسب بمبرر او بدون مبرر، الكسب كيف ما اتفق، كيف ما اتفق، لانه عنده هدف. وما يشاهده هنا من بذخ ومن عدم تدقيق في 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 يعني سواء كنت يعني من العملاء او من الجيران او من الكفلاء، بعض الكفلاء او من كذا، تجد انه كذا، فيجد انه الامور يعني لا نقول سائبه، ولكن نقول فيها التساهل من الجميع، وهي طبعا مشكلة يشترك فيها الجميع، ويجب أن يواجهها الجميع، ويجب أن يتم القضاء عليها، لأنه هذه لها آثار سلبية، سواء على الاقتصاد أو على الصحة العامة للمواطنين، أو حتى على الدورة الاقتصادية، أو على حتى نوعية هالتجمعات اللي تصير والتكتلات تصير وما ينتج عنها مستقبلا من جميل. من مشاكل. عندما نقول المسؤولية على الجميع، من هم أطراف، دعنا نقول هذا العقد المغشوش؟ طبعا الطرف الأول أعتقد أنه اللي هو التاجر السعودي الذي يستورد أو يستقدم هذه النوعية من العمالة، أو يستورد هذه النوعية من البضائع، أو يسهل لهذه النوعية من العمالة بأن تقوم بهذا العمل الغير مغشوش. طبعا وهذه النسبة يفترض بأنها تكون قليلة، يعني لا أعتقد بأنه فيه أحد سعودي مثلا ويستخدم هذه العمالة ويراها تغش ويمهد لها. هو قد لا يراها، أتمنى هو قد لا يراها. طبعا إيه؟ إحنا يعني النسب والإحصائيات طبعا هذه نفتقر لها في المملكة العربية السعودية بشكل عام، ولكن يعني إذا كل منا قد واجه مشكلة غش، أو واجه مشكلة بضاعة رديئة، أو واجه مشكلة، فإذا هذه أعتقد أنه تكون يعني قاعدتها كبيرة وكبيرة جدا. الإشكالية الأخرى أو الشريك الآخر اللي أعتقد أنه يعني قد يكون مفرط نوعا ما بشكل أو بآخر، وزارة التجارة. وزارة التجارة على مر السنوات الماضية ولا تزال مستمرة في هذا التفريط، وهو النقص الكبير في المختبرات والفنيين اللي يقومون بالمختبرات. يعني معالي مدير عام الجمارك يمكن في أحد المؤتمرات يمكن في 2013 تحدث أنه في نقص واضح ونقص كبير جدا للمختبرات. المختبرات مهمة جدا. الحاجة الأخرى عدم وجود عدد كافي من الموظفين المفتشين. سوف نعود إلى وزارة التجارة، ولكن لا يفترض بوزارة التجارة أن تكون طرفا في العقد، يعني طرفا في عملية البيع والشراء، هي ربما جهة تحكيمية، جهة تشريعية، جهة تنفيذية. هي الآن مناط فيها حماية المستهلك، مناط في وزارة التجارة. إيه جميل، يعني لو افترضنا أن العقد هي في الأخير، فإذا اختلف الأطراف عليهم اللجوء. أنا أعتقد أنا سوف أذهب إلى وزارة التجارة لا شك. يعني المال السابع على المسترق، صحيح، ونحن لا نتهم أحدا، ولكن يعني دعنا نقول هنالك التاجر وهنالك البائع، نعم، وهنالك الشاري، صحيح صحيح صحيح. خلنا نقول إنه البائع هو صاحب التكسب، هو ما جاء إلا بيتكسب، صحيح. التاجر نقول يمكن هو ما يدري، نحسن الظن، صحيح. الشاري ليه يشتري؟ الشاري قد يجهل، يعني أحيانا تجد إنه في بعض مثلا الحملات التثقيفية إنه يجيب لك سلعتين ويقارنهم، يقول لك هذه السلعة المغشوشة وهذه السلعة المغشوشة، بس المشتري ما يكون عنده سلعتين يقارنها، هو يتجه إلى عطورات ويتجه إلى أي محل ويشتري سلعة، ما عنده سلعة أخرى، يعني ما هو جايب سلعة أخرى حتى يقارنها، عرف كيف؟ فنعتقد أنه الخطأ الأكبر والخطأ الأول دخول هذه المنتجات للمملكة العربية السعودية، والخطأ الآخر أنه إذا دخلت هذه المنتجات كان يجب أن يتم فحصها، أي منتج يدخل يجب أن يتم فحصه، فما دام في سلعة موجودة فالناس
توجد مبررات للشراء، أنه السعر فارق، توفر، ما في فرق بين هذا وبين هذا، نتيجة ظروف اقتصادية يشتري. لكن أنت إذا مسكت السلعة من الدخول إلى المملكة العربية السعودية أو شددت عملية فحص المنتجات، لأنه حتى في منتجات تدخل بأسماء جيدة وأسامي نظامية لكن قد لا تكون تلبي الحد الأدنى من المواصفات. يعني قد يكون هنالك سلعة موجودة ويتم تداولها ولا ينظر لها لأنها مغشوشة، لكن تفتقر إلى الحد الأدنى من المواصفات في أجهزة كهربائية، في أدوية، في عطورات، في كريمات، في حاجات كثيرة. طيب. فأنت إذا كان ما عندك مختبرات ولا عندك فنيين يعني مواطنين يدونون المختبرات، ولا عندك مفتشين بالعدد الكافي اللي هو ينتشر بشكل يومي وينتشر ليل نهار، ويكون عندهم حوافز، لأنه حتى المفتشين هذا يجب أن يحصلوا على حوافز، يمكن سيارات وسيلة الانتقال، يمكن حافز، يمكن يكون الأمور الأخرى خارج دوام أو شيء، يجب أن يحصلون على الحافز الكافي، يجب أن يكون لدينا مختبرات. والآن في ظل يعني الحمد لله البعثات التي يعني بعثات سيدي خادم الحرمين الشريفين أبناء المملكة العربية السعودية، أعتقد أنه كل الوزارات الآن تستطيع أن تلبي حاجتها من أشخاص وتوجه تعليمهم أو تخصصاتهم إلى حاجة تعود بالنفع. طيب. من أول يوم يعودون. جميل. يعني ولو نعتقد أن مسألة المختبرات من قبل برنامج الابتعاث كان الموضوع متاح، يعني حتى لو استعنا بآخرين لو قلنا أن ما عندنا فني مختبرات، لكن لماذا افترضت أن وزارة التجارة هي متهم في هذه الحالة؟ يعني الآن واحد من وزارة التجارة جالس يقول يا أخوي وين الجمارك، وين هيئة الدواء والغذاء مثلا؟ صحيح. في منتجات أخرى. صحيح. وين هيئة المواصفات والمقاييس؟ صحيح. يعني حطيت علينا أن الجمارك يا وزارة التجارة. أنا أتكلم عن طرف، أنا ما أتكلم عن، أنا أقول لك فيما يتعلق بوزارة التجارة المختبرات الفنية، لأنه في مختبرات فحص وفي مختبرات قياس وفي يعني في أكثر من مختبر، مش مختبر واحد كإجراء داخلي ولا عندما تأتي السلع من الخارج. لا، يجب عند دخول السلع أن يكون عندك مختبرات موجودة بالعدد الكافي قبل ما تفسح البضاعة، أو يتم يعني البضاعة اللي بالإمكان أنك تفحصها بشكل سريع، أو البضاعة اللي قبل ما تفحصها مثلا أنه ما تتصرف حتى أنك تحصل على فحص في نفس المختبرات، وهذه موجوده في كل العالم. عرف كيف؟ فما هو شيء جديد. هي موجوده بس ما تلزم وزاره التجاره فيها. لا، هي مناطه فيها، اذا وزاره التجاره يعني انا اعتقد انها هي لجنه، اعتقد انه وزاره التجاره عضو لجنه ضمن اعضاء اخرين. لا، شوف النظام مكافحه الغش التجاري. نعم. صدر في النظام الاخير صدر في 1429 واناط في ثلاث جهات عملية المراقبة، يعني عملية تشكيل فرق التفتيش اللي هي وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء. الثلاث جهات هذه هي الجهات التي تشكل فرق التفتيش حسب التخصصات أو حسب توجهات وزارة التجارة في الداخل. اللي يشكل الفريق هذا بعد موافقة مراجعهم معالي وزير التجارة، يعني وزير التجارة يرأسها. كل جهة، لا، هو اللي يصدر قرار. نعم. تشكيل الفريق هذا، كل وزارة مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية تبعث بمرشحينها وهيئة الغذاء والدواء ترشح، بعدين يصدر قرار معالي وزير التجارة بتسمية هالأشخاص هذولي. فوزارة التجارة هي التي تتولى هذا المهمة أو هذا الدور في الوقت الحالي. جميل. عرف كيف؟ فأنا أعتقد أنه يجب، لأنه بس ما هو سلعة غش ومواطن دفع أكثر مما يجب، لا، في أمراض وفي خسائر على الدولة وفي وفيات وفي أمراض مسرطنة وفي مشاكل كثيرة، ما هو بس أنه في بضائع يدفع عليها مبالغ ولا يتم استخدامها، ويعني في حاجات كثيرة. شفت؟ فنحن يجب أن ننظر إلى مكافحة الغش التجاري، ما هو خدمة للمواطن فقط، حماية للمال العام، حماية لمدخرات المملكة العربية السعودية. لأنه خذ على سبيل المثال شخص اشترى سلعة مثلا مغشوشة، كفر أو اشترى له فرامل أو اشترى أي شيء الله لا يقدر، ومصروف عليه من الدولة مثلا وأهله ينتظرونه، وبعدين صار له حادث، هذا من يتحمل هذا؟ كل حياته حيصير إنسان يعني لا يستطيع أن يقوم بما كان يحلم أن يقوم فيه، وهنا يشكل عبء على أهله وعلى نفسه وعلى مجتمعه وعلى هذا. الناس اللي تدخل مستشفيات الأمراض والحاجات هذه نتيجة أغذية أو نتيجة كريمات، هذه يندفع عليها مبالغ طائلة. شفت؟ فأنا أعتقد أنه يجب أن ننظر إلى مكافحة الغش التجاري كاستثمار، استثمار مهم جداً، مش في توفير على المواطن ولكن في حماية أموال الأموال العامة في المملكة العربية. جميل. عندما ذهبت وقلت استثمار أخذت مثالا شركة نجم للسيارات جاءت لحماية شركات التأمين. الآن وزارة التجارة ممثلة في الغش التجاري لحماية الأرواح والتجار الحقيقيين، صحيح؟
في مساهمة من التجار يعني في الموضوع؟ في ماذا؟ يعني ألا يفترض فيهم أنهم يساهمون يمولون يدعمون هذا النقص حتى يعني عملية العملية عائدة إليهم هم؟ ما في شك في شك. شوف بقول لك شيء، أول حاجة تعريف المستهلك. يعني إحنا دائما ننظر بشكل يعني قاصر على المستهلك أنه هو المواطن. الدولة هي مستهلكة والتاجر هو مستهلك، يعني يمكن يبيع سلعة أو سلعتين بس يستهلك ألاف السلع الأخرى. شوف كيف المواطن مستهلك، الشركات والمؤسسات مستهلكة، عرفت؟ فالاستهلاك هو للجميع ويجب أن يحميه الجميع ويجب أن يحافظ عليه الجميع ويجب أن يكون هدف عند كل إنسان أنه يحرص على حماية المستهلك اللي هو مستهلك، يعني الدولة مستهلك. نعم. طيب سنعود إلى هذا المستهلك، ولكن دعني أخذ هذا الاتصال مع العقيد منذر الحضيف قائد الحملات الأمنية المشتركة في شرطة منطقة الرياض. سعادة العقيد مرحبا. أهلا وسهلا، حياك الله. يعطيكم العافية، الله يحييك. يعني شاهدت هذا التقرير واطلعنا عليه، وفي الحقيقة يعني لفت انتباهي ذلك الحديث عن دعني أقول شأن من شؤون البلدية. كانت الدوريات الأمنية تتحدث بهذا الشأن اللي هي عملية دعنا نقول عدم التوزيع وعدم سلامة المكان وعدم الرخصة أو رخصة العامل وإلى آخره. هنا كنت أتساءل، هل الدوريات الأمنية مكلفة بهذه الأدوار كلها؟ بسم الله. بالنسبة للحملة الأمنية المشتركة تنفذها عدة جهات حكومية من ضمنها شرطة منطقة الرياض طبعا، ولكن المندوبين اللي معنا من الأمانات ومن وزارة الإعلام من التجارة من البلديات القطاعات المدنية مكتب العمل جميع الجهات هذه ممثلة في الحملة الأمنية المشتركة. كان الغرض من الحملة اللي هو القبض على بالهدف الأول على الأعمال المخالفة اللي هم متسللين مثلا أو لا يحملون إقامة، والمجموعة الثانية اللي أثناء عمليات القبض والتفتيش يكون هناك مخالفات الترتكاب للأعمال المخالفة. نعم. فكان لابد أن يكون هناك جهات مشاركة لذات العلاقة. جميل. 50% من المضبوطات اللي هو زي ما تكلمت من قليل مع ضيفك أنه يكون موضوع الجمارك. نعم. 50% من المواضيع الغش التجاري حسب اللي تخضعها الحملة الأمنية تكون يعني تصنيعها داخل. نعم. يعني يكون مثلا مواد منتهيه الصلاحيه لإعادة تعبئتها تكون مختصه الامانه، مثل ما شفت تقرير الاسفنج هذا. نعم. اسفنج بالي ومنتهي يقومون العماله بتجميعه وبيعه بالوزن بعدين يعودون ثاني مره اللي هو تفتيته وحشوه في مراتب ومخاد واعاده بيعه ثاني مره. كذلك المياه مثلا يعبون مثلا مياه على انها مياه زمزم وهي مياه ابار عاديه تباع، وهذا من اختصاص وزاره التجاره فاشتجاره، وهناك شخص تبع الامانه يكون الموقع غير مرخص وخلافه، بالاضافه الى انواع الغش الكثيره مثل الغش في مياه الديتر، عندك مياه صحيه يعبي مياه عاديه على انها مياه صحيه في خلاف ذلك. جميل. فال 50% من منتجات الغش والخداع تكون يعني مصنعه داخليا. طيب. وهذا هو اللي هدف الحملة يعني للقضاء. جميل. جميل. طيب أنا كمواطن وأجهل آلية دعنا نقول الضبط وعملية التحقق من البلاغ إلى آخره، ممكن أني أتواصل مباشرة مع القيادة مع الدوريات الأمنية وأبلغ عن مكان من المفترض أن يمارس فيه الغش التجاري، أو لازم أذهب يعني لوزارة التجارة وأقول يا وزارة التجارة قولوا للدوريات الأمنية تروح تتم يعني تقوم بعملية الضبطية؟ أوضح لك، البلاغ مو عن طريق الدوريات الأمنية. أي. البلاغ يكون عن طريق الجهات المشاركة معنا، يعني كل جهة لها هاتف مجاني لتلقي البلاغات. أي لكن لو اتصلت عليكم مباشرة هنا، لو اتصلت عليكم مباشرة، إذا كان اتصال مباشر عن طريق الشرطة اللي هو مثلا في الضبط الإداري. أي. نقرأ المواقع على حسب البلاغة، إذا كان يحتاج مثلا مكتب العمل، يحتاج البلديات، يحتاج وزارة التجارة، كذلك وزارة الإعلام، الغذاء والدواء يلبون على طول لأنه مناديبهم مناديب الجهات هذه مشاركة معنا. يعني يحال الموضوع من خلالكم إلى الجهات. نعم. الأخرى. نعم، يستلمها من الموقع، من موقع المخالفة، يعني زي أمامك الآن في الشاشة الآن، استلم الموقع موظف الأمانة اللي هو الموقع المخالف،
دون ترخيص استخدام المكان غير ما خصص له، وإحالة الشخص هذا قبل ما يروح للترحيل للشرطة للتحقيق عن مصدر هذه الأشياء المضبوطة عنده. جميل، هذا الشخص هو المعني بالموضوع قبل الترحيل، أم أنه هنالك من يطاله العقاب أيضا؟ لا هناك في صاحب العقار، طبعا صاحب العقار يكون هناك مستأجر باسم بطاقة أو بطاقة أحوال بموجب بطاقة أحوال أو بطاقة مقيم نظامي، يستدعى عن طريق المكتب العقاري ويحقق معه هل هو بعلم الشخص هذا أو له علاقة أو مشغل للعمالة هذه. عموما جميع اللي تم ضبطه في الشغلات المخالفة يكون هو مخالف للنظام الإقامة، يعني إقامة لا يوجد لا إقامة متسلل أو إقامة منتهية أو هارب من كثير. إذن النظامي لا يرتكب مثل هذه الإجراءات أو هذه المخالفات؟ غالبا يقوم بالمخالفات الذي ليس لديه طيب. إقامة أو هارب من كثير أو عنده مشكلة في نظام الإقامة. العقيد منذر الحضيف قائد الحملات الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض كنت معنا على الهاتف، شكرا جزيلا لك. قبل أن أعود إلى ضيفي دعونا نستكمل ما قلنا عنه الموجز، هنالك مقطع آخر أو دعونا نقول فيديو آخر أو تقرير آخر أو قصة أخرى نتابعها وياك. نعم العطورات، وللأسف الشديد أنه يقلد ماركات معروفة ومشهورة ويكتب ميد إن فرنسا. هذه من المواقع تم ضبطها عن طريق الحملة الأمنية المشتركة. طبعا احنا من الساعة متأخرة الآن من الليل، والعمال متواجدين الآن في الموقع. هذه كميات عبد العزيز شاف لي سوي له محضر ضبط حجز كامل لها. العمال الموجودين يسمى لهم محضر ضبط ويسلمون القسم مباشرة لحالتهم الوزارة. طبعا هذه المواقع تم ضبطها عن طريق الحملة المشتركة، والموقع يخص وزارة التجارة والصناعة، هو عبارة عن غش في العطورات في بلد المنشأ. المنشأ هي المفروض تكون ميدن سعودي أريبيا، هم كاتبين ميدن فرنسا. أنا ما جيت هنا وسكنت إلا لك، أنت اللي تصنع. والله ما عندي أي جبن العمالة الآن بيسلمون القسم وأنت من ضمن العمالة اللي بتسلم القسم. والله ما عندي أي صلة جماعة ما يخصنا توجيه الموقع، هذه أعذارهم دائما. إحنا في الحملات الأمنية لنا الآن أكثر من 9 سنوات، هذه عارفينها كريشة معروفة عند الجميع. يوضع عليها علامات أساس إنه ماركات مشهورة الآن مثل موجود معنا الآن، إضافة إلى وضع ميدان فرنسا. جميع هذه كلها مقلدة، كلها هذه تعتبر ماركات مقلدة، إضافة إلى ذلك أنها في غش في بلد المنشأ. المفروض أكتب أنها صناعة سعودية، الآن أكتب ميدان فرنسا صناعة فرنسية، هذه هام للمستهلك وغش. يروح السوق يبيعها ب 300-400 ريال. علامات مشهورة يعني يبيعونها بالأسواق بأسعار، لو باعها بسعر المقلد ما راح تمشي، لكن سعر الأصلي هو اللي تمشي فيه. طرق بدائيه شوف كيف الطريقه، عباره عن قمح مستخدم للمياه، مياه اللي هي المياه الشرب المعبأة قاصينها بس وحاطين فيها، عباره ممكن تكون ضاره اكيد، ضاره الجسم وضاره للسائق اساسا، المواد كلها مركبه ما تدري وش المواد. الان احنا بنسوي محضر ضبط حجز كامل لها، وبتتبع الكميات هذه بيغلق الموقع وبتسحب عينات وتحل القضيه لهيئه التحقيق والدعاء عن طريق وزاره التجاره والصناعه. فيه اشتباه تستر تجاري، اختام موجوده في حوزه العامل، الموقع ما فيه ترخيص من الامانه، غش في بلد المصدر اللي هو تصنيع العطورات اللي هو كتابه ميد ان فرنسا، ما احد مسؤول الان. والاخ هذا يقول انه ولد عمي، ولد عمي ما موجود في جده الان، وفيه الان عده قضايا تختص في الموقع هذا، تم ضبطه عن طريق المسح الامني في الحملات الامنيه المشتركه. تم ضبط الموقع الان وبيسلم الشخص مع المضبوطات لأقرب قسم شرطة طبعا، وبتسلم بالنسبة للموقع تم إغلاق لإحتلاف الكميات الموجودة. كل هذه اللي لقيناها في الدروج وما في أحد في الموقع، ما في إلا العامل الشخص، ولقينا التعبئة شفتوا اللي تو تعبئة العطورات، ولقينا السجل تعمل كذا شخص يعني مو بشخص هذا مثل عندك الحين إنه داخلين معمل إيش عطور هذا وشو ستائر شركة مؤسسة ثانية مقاولات تجارة عامة يعني يديرون عدة أعمال من واقع مؤسسة واحدة، والمؤسسة مشبوهة ولا عندها أي تراخيص رسمية. الآن يدعي عنه سواق لوموزين وأنه جاي هنا بس سكن ونبي يمشي. أول شيء الموقع هنا مخالف، المفروض ما يسكن فيه. الشيء الثاني عند تفتيش وتدقيق وجد أن الشخص هذا اسمه
وان عنده الخبرات العلميه ومقدم على وظائف. عملت لدي مؤسسه الامار للعطورات سنه كامله، هذه مؤسسه الامار للعطور صح؟ عندك الخبرات تقول عملت لديها سنه كامله. ما ادري انت تقول ما ادري اني هنا صح؟ لا اسمع اسمعني خليني اكمل خليني اكمل سيره ذاتيه. عملت هذه المؤسسه الدوليه المتميزه للعطور، عملت هذه شركه الماز للعطور، يعني الان عملت ثلاث شركات العطور، وانت الشركه هذه الان والمؤسسه انا ما نبي نذكر اسم الحين موجودين فيها، انت حقدم عليها سيره ذاتيه عنك، وانت الان شغال معهم والتركيبات هذه العطور انت اللي قائم فيها، انت المتهم الان. هذه الان تعمل ماركات عالميه تحط العطورات بعد تغليفها على انها ماركه عالميه، وهذه المضبوطات الان لحوزه الزبيد. طبعا هذه بعملها الان محضر طبع ومصادره وتصادر، والشخص الان بيسلم جهه الاختصاص لاحضارها للوزاره. ضبطنا مصنع عطورات مخالف، يقوم بالغش في العطورات في بلد المنشا، يضع علامات مشهوره عالميه، تسويق طبعا مثل ما شفتوا فيه اشتباه تستر، اختام مؤسسات عده في مكتب واحد، ما في شخص سعودي مسؤول الموقع، الشخص اللي ضبطناه شخص يماني مثل ما تفضلتم، ادعى انه سكن هنا وانه قريبه هو المسكن، ويوم طلعنا الاوراق والموجودات حصلنا الشخص يعمل في مصنع العطور وانه عنده خبرات سابقه، والان بعد ما انتهينا من عمليه الجرد تقريبا فوق 50,000 عبوه اللي تم الان حجزها طبعا مخالفة، أغلق الموقع من قبل الزملاء في الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة، والشخص يسلم للقسم المختص لإحالته لوزارة التجارة لتطبيق النظام بحق. خمسين ألف عبوة مليئة برائحة الغش، هذا نوع جديد من الغش. أثناء التقرير كنت أتساءل أيضا من الذي يشتريها؟ لا يمكن أن يكون صاحب الليموزين هو من يروجها، يجب أن تكون محال تقوم بعملية بيع هذه الأشياء. هذه المحال يفترض فيها أن تعرف الفرق ما بين الفرنسي وما بين السعودي وما بين إلى آخره. صحيح. ضبطية جديدة، نوع منتج جديد. العقوبات طبعا يعني حسب ما نص عليها النظام اللي صادر في 1429 العقوبات يعني هذه ينطبق عليها يمكن المادة الرابعة، وغراماتها يمكن 500,000 ريال. 500,000 ريال لما تقرأ المادة تجد أنه المفروض اللي صنعها واللي بيعها واللي يروجها. يقول لك 50,000 عبوة لو باع كل واحدة 200 ريال هذه 1,000,000 ريال، يعني 500,000 من شيء. لا اللي أقصد طبعا احنا لما نتكلم عن عقوبة نتكلم عن 500,000 ريال، بس لما تقرأ المادة الرابعة أعتقد أو الثانية، المادة الثانية، تجد أنه 500 هذه يجب أن يدفعها المحل اللي يبيع ويدفعها اللي روجها اللي هو البياع. كل واحد يدفع 500. المفروض انه يتحاكمون كلهم، لانه هي ما تكلمت على حاله غش واحده، تكلمت على من يغير الماركه او يغير الاسم او يحط الاستيكرات او شيء، يعني من يغير السلعه هذا او من يروجها او من يبيعها او من ما اعرف ايش. فالمفروض انه كل الاشخاص يعني المحل الان المعمل هذا يجب انه يبحث عن من يبيعها. اللي بيع هذا ينطبق عليه ما ينطبق على المعمل حسب النظام، يعني طيب. هذه في 500,000 ريال، فيجب انه كل اللي يتقاسمها معه ولا هو 500 وذاك 500. لا المفروض انه كل حاله تقاضى أيه. على 500,000 ريال مستقله. جميل، شوف كيف. طيب. لانه الاشكاليه ايش الان؟ المشكله لو ما وجد هذا الموزع او ما وجد موزعين يبيعون في كافة مناطق المملكة، يمكن يكونون من أبناء جلدته أو من يعني من عمالة بنفس المستوى من عدم الإنسانية، فحيصير ما حيقدر يجيب ولا يقدر ينتج ولا يسوي شيء. فيجب أن وزارة التجارة ينبثق، ما هو أنه الأشخاص هذولي بس تأخذهم وتوديهم وتقاضيهم وتتحقق معهم، لا، يجب أنه كل الناس اللي باعوا هالسلع هذه والنظام ينطبق عليها. يعني نص النظام تحدد أنه أي شخص يبيع سلعة مغشوشة، ما قال ينتج، المنتج مخالف واللي بيع مخالف واللي روج مخالف، فأنت عندك ثلاث حالات، قد يكون عندك 20 محل 40 محل يبيع. شفت لما يقول لك أنا شعرفني أنه سلعة مغشوشة أو شيء، إذا كانت ماركة فهو يعرف أنه هذه الماركة وكيلها
الشركة الفلانية، وأنه إذا جابها من مصدر آخر معناته أنه هذه فيها شبهة ويجب أنه ما يحصل. جميل. هذا السؤال أو هذا الإجراء لمعرفة الماركة من عدمها ترى يجهل الكثير. صحيح. يعني هنالك يعني شركات معروفة أن هي اللي متخصصة في بيع هذه العطورات. صحيح. لكن العامة أنا لو جيت أعطيتني علبتين وقلت ترى هذه نفسها جيفينشي مثلا. صحيح. لكن إن نبيعها صدقتك. صحيح. صح؟ صحيح. يعني خاصة. صحيح. أنه يمكن مكانهم بعيد ولا ودي أروح وإلى آخره. صحيح. وزارة التجارة لديها القدرة بين التفريق بين المنتج الحقيقي. صحيح. والآخر. صحيح. هذا سؤال. شوف يعني نفترض أنه رحنا مثلا نفترض أنه رحنا وكالة اسمها إكس. حلو؟ نعم. إكس هذه فيها واحد من البائعين يبيع هذا المقلد لحسابه لا هو داخل لا في الباركود ولا. صحيح. وقال لك من تحت الطاولة. وزارة التجارة لو دخلت على هذا تقدر تميز؟ وزارة التجارة طبعا يعني الكفاءات اللي شفناها أكيد أنه الأخوان يعني هذا أكيد أنهم يعني مدربين وأكيد أنهم يدركون الفروقات بين السلع الجيدة والسلع الردية ويستطيع أنه يميز لما يكون عنده سلعتين يستطيع أنه يميز. بس لو كان عنده سلعة واحدة لو جبت له أنت سلعة واحدة يمكن وقلت له هذه مقلدة أو أصلية يمكن يكون عنده مشكلة، لكن لو جبت له سلعتين يستطيع أن يصل إلى الفروق سواء العطورات في لون العطر في العبوة في الباكجينج هذا يعني يستطيع أن يصل. لكن إذا جبت له علبة واحدة قد تكون يعني فيها نوع من الصعوبة. لهالسبب هذا أنا أقول لك المختبرات مهمة. يعني إحنا الآن سعداء بهالضبطية هذه، يعني أكيد أنه حاجة مفرحة واللي قامت فيه وزارة التجارة والأخوان في الدوريات والبلديات يعني حاجة مفرحة. جميل. لكن هذا ما تم ضبطه، لكن الحاجة اللي ما انضبطت كم أعدادها وكم كمياتها وكم وين موجودة ومن يستخدمها ومن يبيعها ومن كذا. طيب. فحنا نقول دائما يعني المطالبة في أنك أنت يكون عندك العدد الكافي من المفتشين، يجب أن يكون عدد كافي. نعم. يعني 50 يعني أنا أعتقد قبل يمكن كم سنة كان على مستوى المملكة يمكن 200 أو 400 مفتش على مستوى المملكة كلها في وزارة التجارة. وهذا طبعا يعني عدد يعني عدد بس يفترض أنه البلديات عندها الأمانات عندها. أنت الآن تتكلم يعني شوف وزارة عن مجموعة مؤسسات. شوف وزارة الأمانة عارف ليش تروح معاهم. الأمانة تتأكد من الأغذية، تتأكد من عملية المعلبات يعني عندها شيء معين مختصة فيها. بس أنت كتاجر مرخص غير مرخص هالسلعة ذي أصلية أو تقليد هذه وزارة التجارة. يعني لو لاحظت مندوب البلدية عندما تحدث عن الموضوع اللي تعلق فيه تكلم عن النظافة تكلم عن وكذلك مندوب القيادة الأمنية كان يتحدث. صحيح. يعني نفس المخالفات كان يذكرها أيضا هو الآخر. صحيح. فأنا اللي أقصد أنه بدون عدد كافي يعني المملكة العربية السعودية يعني من الحمد لله منطقة يعني دولة عظيمة ودولة كبيرة ومدنها مترامية وقراها وحاجات كثيرة شفت. فلا تستطيع يعني بالأعداد المتاحة الآن في وزارة التجارة أو حتى في البلديات أو كذا أنهم يصلون إلى ما يجب الوصول إليه، ولا حتى أتوقع يمكن ولا 10% ما يصلون لها. شوف كيف الآن في النظام اللي صدر 1429 في كان مادة أو فقرة كانت رائعة وهو أنه أي ضبطية يتم يبلغ عنها عن طريق مواطن يحصل إلى 25% من قيمة الضبطية. قبل أن أتكلم عن هذا الموضوع يمكن أنا أطلع من هنا وقعد أدور مخالفات عشان أخذ 25% ذي، لكن شفت العطور هذه اللي ضبطوها. نعم. في محل الآن مرخصة من وزارة التجارة. صحيح. تسوي لك نفس العطور ويسميه باسمك، الفرق أنه ما يغش ما يحط اسم ماركة. صحيح. يقول إيش تبي نحط اسمه؟ نحط اسمه خلف هذا. صحيح. عطر خلف. صحيح. طيب هذه خدمة. شوف أنا بقول لك شيء، أي سلعة يجب أن يعني يجب أن يتوفر فيها الحد الأدنى من المواصفات. اوكي. فعندك انت مواصفات حد ادنى في سلعه مثلا اجهزه كهربائيه، الحد الادنى هذه اللي هي ما تاثر على سلامه المنطقه او هذه السلع عطورات لما يكون فيها الحد الادنى من المواصفات معناته انه هذه سلعه امنه ما يترتب عليها اضرار. عرفت كيف؟ لما يكون كريم معين في الحد الادنى من المواصفات لا يخلطون عطور. انا اقصد لا يجمع يخلط لك ويعطيك اياه اذا هو في نطاق المواصفه. عرفت كيف؟ فما في مشكله. لكن إذا كان ما هو في نطاق المواصفة هنا المشكلة. علشان كذا أنا أقول لك يعني المخالفات يعني لا تستطيع حصرها. طيب. شفت؟ لكن في ظل وجود مختبر أنا بقول لك شيء، يعني مثلا على سبيل المثال الآن أنت تودي يعني في ظل ضيق عدد المختبرات بعض المنتجات أنت أخذ لهم منتج رائع مثلا أنت مواصفاته مدروسة وكل شيء وتأخذ لهم 10-20 نسخة 20 هذا يفحصونها ويجدونها جيدة. لكن أنت يجب أنك تأخذ على مدار السنة بشكل عشوائي تأخذ مياه تأخذ عطورات تأخذ كريمات وتفحص لما يكون عندك مختبر. لكن أنا أجي أرخص سلع جيدة بس أنا أجيب سلع رديئة. طيب.
او طيب. ابيع سلعه معينه. يعني نحاول ان نستغل الوقت لا. او ما تبقى من الوقت. اكيد دخلت محل ملابس رجاليه صحيح، شفت العطور صحيح، ترى ولا واحد شيء اصلي، كلنا ندخل ذي المحال ونشوف ذي العطور مرصوصه ونفس اسامي الماركات، وتقول له اصلي يقول لك لا مو بصلي. أيوة. هذا بعطيك اياه ب 50 لانه مو بصلي. طيب وذا وش مو مغشوش؟ هذا مغشوش ورا ما يصير. هذا غرامته 500,000 حسب النظام 500,000. انت لو صار عندك، شوف انا ارجع واقول كل ما كان عندك عدد كافي من الموظفين، كل ما استطعت انك انت تستطيع تقديم العمل المطلوب منك بشكل جيد. طيب نشوف التقرير الثالث طبعا. وبعد التقرير نتناقش في مساله ال 25%. نتابع وياكم مشاهدينا هذا التقرير الثالث. هذا الموقع زي ما انتم شايفين الحين مستودع، عبارة عن حوش عادي بدون لوحات بدون اي شيء، يحتوي على مخزن الأدوية. بعض الأدوية يعني منتهية الصلاحية، بعضها لا جاهزة للتوزيع مثلا الصيدليات أخرى. المشكلة في المكان يفتقر إلى شروط التخزين والتوزيع الجيد، ما في كنترول درجة الحرارة، أنت شايفين التهوية سيئة. في بعض الأدوية تستخدم ك تابلت، وفي اللي هي الحبوب الكبسولات برضو بخاخات، يعني أنواع كثيرة من الأدوية. المشكلة هو في المكان لا يحتوي على ترخيص، وزي ما شايفين سوء التخزين، وفي أدوية مرمية على الأرض، في أغلبها يعني جاهزة للتوزيع. برضو في زي ما نشوف هناك برضو أدوية وحليبات كلها منتهية الصلاحية. فريق التقارير يعني يشكرون جميعا، وشاهدناهم في جميع التقارير هذه الليلة باختلاف المواقع. كنا نتحدث عن مشكلة الرائحة، الآن مشكلة الروح. أدوية، تخزين سيء، تتفاعل كيميائيا مع درجات الحرارة، وهنالك من يشتريها وهنالك من يبيع، والله المستعان. طبعا يعني الغش هو غش، يعني سواء كان على أدوية أو على أغذية أو على حتى سلع أو أجهزة وأدوات، هي غش ممقوت، يعني حاجة ما هي جيدة أبدا، ويجب أن نرفضها كمواطنين وكرجال أعمال يعني بكافة فئات المجتمع نرفض هذا. الأدوية طبعا هي تشكل خطر جديد، يعني خطر كبير جدا، لأنه الأدوية لها درجات معينة في الحفظ. بعض الأدوية، بعض مثلا الأدوية مثلا الزجاجات حقتها غامقة حتى ما تتعرض للأشعة وللضوء، شايف كيف؟ فمتى ما افتقدت إلى الأساسيات اللي يجب أن تحفظ فيها، إذا هذه أصبحت كأنه ما هي أدوية، يمكن حتى يعني يمكن يصير فيها تفاعلات. طبعا لا يمكن تمرير هذه الأدوية إلا من خلال إما مستوصفات أو صيدليات داخل مستوصفات أو صيدليات عامة. صحيح. ما في واحد بيصوت بالشارع بيقول تعال. لا هذه المشكلة، شوف هذه المشكلة اللي موجودة قلت لك إياها، إنه في بيئة مناسبة جدا للغش، يعني بيئة جاذبة للغش. المملكة العربية السعودية مكان مناسب للغش. طيب بالله يا استاذ خلف فكر يعني معي، وانا اسف يعني بكل اسف اقول الكلمة دي، يعني هذه كلمة طيب. ما هي ليش؟ لانه في تباطؤ، وفيه يعني الاولويات عند بعض الجهات المسؤولة ما تعتقد انه هذا شيء مهم، يعني تعتقد انه سلعة بتروح المواطن، ما هو يعرف انه هذه السلعة قد تؤدي الى كوارث لهالمواطن. هو ما اهتم اصلا تؤدي الى كوارث. انا اقول لك يعني الحل ما هو صعب،
شفت الحل ما هو صعب ابدا، عارف كيف؟ متى ما كان في حزم ومتى ما كان في تواصل في عمليه البحث، لانه انت لما يكون في مستودع بهالطريقه هذه وفي المكان هذا وفي في مدينه مثلا زي الرياض، ما هو يعني معناته انه في غيره مستودعات كثيره. يعني ما تجرأ ولا تجرأ العطورات ولا تجرأ الآخر إلا أنه طيب. يعني خير من استاجرت القوي الأمين. الدور اللي يقومون فيه مشكورين جميع، ما في شك هذا الأمين، لكن ترى ما يعني أنه القوي. القوي إذا لم تتوافر أدوات الضبط والأعداد الكافية والأنظمة صحيح. والرقابة صحيح. وإلى آخره، فإحنا عندنا أمين بس ما عندنا قوي. صحيح صحيح صحيح، نذهب إلى 25%، إذا بلغت نعطيك 25%. هذا هذا قرار رائع طبعا. يمكن هذا زي ما قلت لك يمكن صدر المرسوم الملكي في في وقت معالي الوزير عبد الله زينل في 1429، وهذا قرار طبعا اكثر من رائع، انه وهو عمليه يعني عمليه مساعد لوزاره التجاره في عمليه انه يعني الوصول. اي بس ترى الناس ما يعرفونه ذا القرار. لا 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 من 1429 صحيح يعني ما انا قلت لك شوف، لما يكون عندك عمل مؤسسي وعمل منظم كل شيء يصبح طيب. يصبح خلنا نشرحها للناس. عند بلاغك ايها المواطن او ايتها المواطنه على عن اي موقع المخالفه، ها، وفي حال الضبط والتحقق من هذه المخالفه، تقدر قيمه هذه المضبوطات ولك 25% الى 25% او الى 25% من قيمه المضبوطات. صحيح. يعني شدوا حيلكم اذا هو فرد طيب. او شخص او اشخاص هنا كيف تشاركون فيها 25 مش من قيمه يعني المخالفه ولا من قيمه البضاعه؟ البضاعه خربانه يعني انا اعتقد انه من قيمه لانه في غرامه عندك. ايه من قيمه الغرامه يعني الى يعني ما هي واضحه شو كيف، لكنه يحصل من 25% من قيمه المضبوطات. عرف كيف؟ فيعني هو شوف يعني يجب ان توضح ايضا هذه المساله 25 عشان لا بكره ندخل شكاوي ومحاكم. اعطيتوني 25 ولا لا 25% من قيمه المضبوطات التي من المفترض ان تكون هذه المضبوطات تحت او في دائره الغش التجاري التي لا قيمه لها، يجب ان تتلف. صحيح. كيف تقيم؟ لا هي تقيم يعني اصلا الا ان كانت من قيمه الغرامه. كل يعني في تصريح مثلا لمعالي مدير عام الجمارك يقول لك انه في 2012 اظن في 2012 البضائع اللي تم منعها من الدخول تعادل تقريبا يمكن اتذكر حول 800 مليون ريال. البضائع اللي ضبطت ولا سمح لها بالدخول للمملكه العربيه السعوديه بحول يعني تكلم عن يعني تقريبا مليار. هذا اللي ضبط. طيب اللي ما ضبط وتكلم المكيفات الحاله بغت توصل هالحاجز لما طبقوا نظام المكيفات والحد المواصفات حقت المكيفات وكذا، فتكلم سعاده الحضيف يقول انه طبعا في حاجات تنتج هنا، وللاسف في عندك مطابع تطبع وفي عندك يعني في امور كثيره يجب ان يكون حزم. طيب. ولا حيكون حزم حتى يكون عندك عدد كافي. الاستاذ خلف الشمري عضو لجنه مكافحه الغش التجاري في الغرفه التجاريه سابقا، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. اشكركم مشاهدينا الكرام، اشكر جميع من ساهم في اعداد هذه التقارير الرائعه وعلى راسهم عبد الرحمن الدوسري الذي رافقهم، ويحيى النجعي في الاعداد، اميره مجرشي. شكرا جزيلا للعقيد منذر الحضيف الذي كان معنا على الهاتف وكان ايضا يقود الحملات الامنيه. شكرا شكر الشهري مخرج هذه الحلقه. شكرا لكم انتم وللحس الوطني الذي في داخلكم. انا عبد الله البراق، شكرا جزيلا.